جسوم اليوم خاطر اصيد سمكه هالكبر قد الحوت يعني. لا 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 بعد شوي اكبر من الحوت. فيل فيل طب شي قصدك فيل خبر انت فيل في الماي. اسكت اسكت بس خلنا افكر. طب شي في شنقال تفكر؟ افكر يا جسوم ان انا في قطة واحدة اصيد لي 10 سمكات حلالي مرة واحدة يعني. يعني طب شي بتصير بالتفكير يعني. اسمع يا جاسم الصيد مو بالميدار الصيد بذي كل ما شقلت هالكور زود صد زود بل الطفشي يعني بتقطع راسك في العين. اسكت اسكت يا الخبل انت اصلا ايش عرفك انت. وشلون اقدر افكر وانت مشاهدني يا المنحوس؟ لا اصلا اورن انا منحوس لا بيت عندي ولا اهل عندي ولا شغل عندي ولا حد اصلا يحبني. ثلاث حلالي اصلا اصلا حتى انت ما تواطني ودايما دايما كنت تحتقرني. انت ايش تبي الحين ايش تبي؟ تراك مللتني صار لنا ساعه واحنا قاعدين نصيد وانت ما سكت كلك بربر 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 الكبر. شفت الكبر وهذا انت يدك ما وقفت عن الصيد وكل هذه وتقول لي انك منحوس. يلا خذ ايش فيك انت عله يا صدق تخيطك على الحصه السمكه كم مني قد مني لا خلي لك بعد الخيط انا بمشي فما لا عشوة ماي. يلا ابو داود ان شاء الله يبا ان شاء الله لما تبعه ان شاء الله يبا. ياك 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 وهذا الاخي ابو داود جايب لي نخاج. انا قايل لك باقي لك جيب لي نخاج. يا يبا ما عندنا الا نخي. انت تبي باجلي؟ اي باقي لبي. تبي باجلي؟ اكو عندك الخباز روح واخذ اللي تبي. تعال 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 جيب 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 هالنخل جيب. اي والله قوة ابو داود. هلا يبا هات الاثنين شاي وعالزنزبيل. تامر يبا تامر. شوف جسوم ان مره ثانيه احد من الفريش تنقرش فينا وتنهزر بي بهم دبل قدو علي ابهته. معلي 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 اي معلي سمعت مكوش يقول. وهذه شاي ابو داود. تسلم تسلم. شال الصفرة هذه؟ ما شاء الله تبارك الله هذه كلها صيدكم؟ هنو صيدة؟ ابو داود هذه انا صيدة. يا وين طفاش؟ ما صيد شيء. ها انا باكر بصيد اليوم ما صيد لان امس صيد اليوم ما صيد باكر اصيد يوم متارك. لا يخالف لا يخالف. ايه الله هالسمك يا جسمان يذكرني بسلم بوتيله ذاك اللي ما يحتاج المردانه. ها تقول لي ابو داود بعدنا كرس السمك؟ اي سمك هذه عفاطي ذي. يقول لك مره دش البحر خوضان لا ركب لا هوري ولا بانوش ولا ابد على ريله اللي وصل القبه ما يطق لهني القبه. ايه ويفر ذاك الخيط اللي عنده ويفره وفلته شوي ولا بذيك التلة. حرام ان التلة هذه لو ربطها في نخلة ضاعت. زين ويسحب ويسحب ولا بذيك الماية اللي جاية شكبرها وابدا هو واقف ولا ابدا هم شيء. وشوي ولا بذاك الحوت اللي شا اقول لك انه هاي راسه يخط الفريج كله. زين وش سوى فيه؟ يقول سوى وتل الحوت عرفت شلون؟ ابدا وحده والثانيه والثالثه ولا الحوت قدامه. عاد الحوت ما اكره الحوت لين قاعد يصيح. عاد بذاك الوي هي سناسين هي دموع قام يطالع كذي اللي يقول له ها وهو يضحك. اي ما يحتاج ها حوت الا تصيح
عورك المدار؟ قال لا عيالي عيالي هدني هدني واللي يرحم والديك. ان هديتني الا اجيب لك كل يوم قرقور في سمك يجي الفريج كله. مسكين عاد تعرف انت سلم بوتيله قلبه قلب الشحمه هده. زين ياب القراقير ياب القراقير يقول لك طلع ان الحوت مشلاخ. اي والله مشلاخ الحوت. صلت الله على النبي. جسوم يلا قوم نمشي. انا اقول مو الحوت اللي مشلاخ. قوم 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 نمشي. وين بتروحون؟ بكمل لكم عاد. يقول لك عقب رجع بوتيل على السيف اللي قال لي يقول اخ هذا المثل اللي يقول لا تأمن الفرش حمي. عمي انا جايك على اساس ان نتفق على الهزيمه. اي ادري 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 احنا عندنا بعد الخالات والخوال والعمام والعمات والنسايب. اي ما بننسى النسايب. واذا انتوا عندكم بعد احد تبون تعزمونه عزموا عزموا عزموا. زين عمي ايش رايك نسوي العرس على قدنا؟ لا ما يصير ما يصير ابو عذاري. احنا نبي نسوي عزيمه وذباح ونبي نعزم الفريج والاهل كلهم وبنسوي عشاء لا صار ولا استوى. انزين عمي انا في بالي ان احنا نسوي العرس في الحوش. ايش رايك؟ شلون؟ في الحوش في الحوش. ابو عذاري عرس عود وعزايم وذبايح واخرتها عندك في الحوش؟ لا يا ابو عذاري ايش بيقول عنك الناس؟ بخيل. ايه بيقول عنك بخيل. لا بيقول عني انا بخيل. لا هو بخيل. لا انا بخيل. انت على قد حالك وفقيره واقرع وماخذ بنت النوخذه ومسوي عرسه في قرقور. لا يا ابو عذاري لا يا ابو عذاري ما يصير يا ابو عذاري. عمي انا الله يسلمك ما اقصد كذي. الله يسلمك. لا انا ما اقصد كذي. الله يسلمك. تبي الصج تبي الصج ما هقتها منك. ذكي ذكي ولد وادم. الله يرحمك يا ابو سعد. عرفت شتيب صح صح ما له داعي المصاريف. الناس شو بتسوي؟ بتي العرس بتاكل وبتاكل وبتاكل وبتتسبطونها. واذا خلص العرس ما حصلت عقره بتعقر فينا بتقول حتى قلاص ماي ما عطونا. وش للمصاريف؟ احنا بنسوي عرس على قدنا بينك وبينها. ايش قلت يا ابو عذاري؟ والله يا عمي والله يا عمي اخجلتني بتوابك. والله يا سلام عليك يا سلام عليك يا ابو عذاري. انا وين بحصل واحد مثلاتك ولد اوادم وايودي ومحسن واقرع. طفاش طفاشو طفاشو تعال هني تعال حق عمك ابو عذاري. عمي لا تنادي لا خلي خلي بلك استكانه شاي والله ماي ويبارك لك بهالمناسبه الطيبه يا ابو عذاري. كلامك عن كل شيء يا عمي. انت الحين شبعتني ورويت ضمآي كل شيء. انا الحين مستانس. خليه الحين انا ابي ابارك حق روحي. بالبركه يا سعد بالبركه يا سعد. الله يبارك فيك الله يبارك فيك عمي. بالبركه. مبروك يا زوج بنتي. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه. وعلي عليك وعلي عليك شم عذارة ما تستاهلي. عذارة امي ايب لك خرجة فيها ماي حار عساس تشمدين في وي امي. ادري في شي السحرة تبين تحرقين ويهي. وبكبايا ابوك حارق لي قلبي حارق لي يوفي حارق لي تشمدي افي ام عذروف. ما حرام عليش لمتى بتمين هاللون خلاص. فيني حرارة فيني حرقة في يوفي بموت من الحار. عطوني كلاس ماي الكفرة. قومي قومي عطيني كلاس ماي كفرتنا ويسوى علينا. عذار ماي مصلى على النبي وتعوذ من ابليس رمي ما صار شيء. بعدين ام عذاري حبيبتي يعني انتي مو اول ولا اخر واحده رايحه ياخذ على راسك شريكه. كم لي ليش سكتتي؟ يا عذروه هفي هفي يا عذروه هفي. يما ما قلتي لي ايش طبخه اليوم على الغدا؟ كملي مطفاش
ليش سكتتي؟ قوليش عندك؟ انت من الله تبين تشمتين علي؟ ايه سمعتي عذرو شو تقول؟ سمعتي شو تقول؟ ايه فطست ريلها اذا هي ما ذبحته وتبي تذبحني انا. اي الله يسامحك يا ام عذاري. هفه يا عذرو هفه ذبحتني وبج بعد ذبحني. ما علي خالتي تعرفينها هي مو بصاحية. أدريب إنها مو بصاحية. مو بصاحية؟ آي ذبحني أبوي وجي ذبحني. هفاي 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 بسم الله عليك بسم الله عليك. طفو شو؟ إيش صار عندكم أنتو؟ يا اسكت جسوم أم عذاري تخبلت بالذات عقب معرفتنا أبو عذاري بياخذ واحدة على راسها غير لا اي تعال يقول لك بياخذ فتون. بياخذ مين؟ فتون. وعي ما لقى الفتون اهد العوية وياخذ له واحدة من كسرة. الله يبروك يا أبو الذكاء أنت بعيد الله روح 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 يا أنت. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. لو سمحت يا ولدي ادلون بيت أبو عذاري. بلى أنا أدله بس انت اشتبين فيه. ويه وانت شكو شخصك شرطي؟ لا يا ودني في قضية بعد اهو يبيني خالتي. دخل خلص صاح اللي فيك. شو تشوف انت واحدة مكسرة امشي على عكاز؟ ما تشوفني انت ما طلع الشباب ذي كله؟ شوف الذهبان شم ريحتي شم المشموم شوف البخور اللي حطته شوف الرازي. انا سيء. انا اللي بقول لك انك يعني لا تذبح الروح ترى انا بحصل له وعدي وخلاص ما يبيك يعني بس تيسري. واي واي متى وشلون؟ انا البارحه متفقه وياه على كل شيء، شلون حصل واحده ثانيه غيري؟ انا اعرف الريال، هو الريال كل يوم تشوف واحد ونفس زينه هاليوم وحصل له واحد وخلاص يعني بس ما يبيك بس توكلي روحي روحي روحي. يا عل تروح روحك وروح عسره قلامين، هذه اول طقه لي دن منك دن منك. شو اسوي؟ تغربل في زموني، شو اقول حق البنات الحين؟ ريحانه حسبي الله على ابليسك. انا كنت متأفقه واثقه اني راح اشوفك هنا المقروده. يا عل يا قردك ما قرد يدي قول يامين. انت ما تجوزين عن هالطبع الخسيس عنبوش. انت كبرتي خلاص. ليه متى قدر عمرك؟ ليه متى بتتجسسين على الاوادم؟ حبيبتي انا سعيده اقص اللي مد ايده. هل يخفى القمر؟ البنات كلهم قالوا لي انك انت هنا. وا عليك انتي في ذمتك هذيلا بنات يسمونها؟ هذيلا بنات اصغر واحدة في الستين عمرها. قولي لي انتي متى فيهم واحدة شالت الطبل؟ اخر مرة متى شالتها؟ قبل 12 سنة. عنبوش خافي الله خافي الله. هذيلا متى عرفوا يطقون اللي انا اللي علمتهم؟ قزروا ويطقون على قواطي تنكة على كوارتين. انا اللي علمتهم السامري وعلمتهم الخماري علي خمر في يسدج مرض. فكيني واللي عافي سمعيني بقولش كلام من جيتي وصلتش وتعداتش. حبيبتي بنات العدة كلهم ما يبونك وانا اولهم. واه عليك حبيبتي انا اللي مبيكم انا اللي مبيكم. انت ما شفتي اخر عروسنا شلون نطق فيها؟ عنبوكم انا نطق دهزة والبنات يرقصون هاللون كلهم عريان. ايش فيك انتي؟ يلا 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 روح يلا. الحكي كله بيوصل حبيبتي وبتشوفين. ايش فيك؟ صارتني النافضة خفت الحين بطيح صفراني هني. سمعي هذه النفضة ترى لياتني مو بمالة خوف. هذه نفضة الزار اللي علي والله نحول النوب. ايش بيسوي فيك؟ لحظة لا تحول انا اقول لك. تحول تحول سمعيني اكو ترى جاي بسرعه بيحول. نحول بكسرش بكسرني وياك. يلا غرفه يلا يلا يلا. كنا واللي عافي شكل مكان مسكون سكنهم في مساكنهم. انت تشوفين ولا ما تشوفين؟ فكيني واللي عافيت. وي مستوي على المره. ايه الحين عرفت يعني انت هو طقاقه. لا انا الدايه. شو رايك انت؟ بقول لك ما تبون نطق اياكم. لا عمري اذكار ما نبي. انا عدتي ما يدشون فيها ريايل. احنا مو بريايل احنا غير مو بريايل. انتو بريايل؟ لا يبا هذا انا اقول لكم ريايل ما يدشون في عدتي. عندكم نسوان يبوهم عندي البيت خلنا نتفاهم وياهم زين. انتي تعالي. ها
شلون يعني؟ شريك؟ انت شلون تقول لنا احنا مو بريايين؟ الطفش احنا مو بريايين، احنا صبيان مو بصبيان؟ والله ريايين. اللي يا حلو منين الله جابك؟ هزن جرح قلبي من عذابك. يا سلام. قل لي يا حلم من الله جابك. هزن جرح قلبي من عذابك. الله الله. شوي 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 حط كثر من الصابون. ها كثر من الصابون شوي شوي. الله هنا هنا. الله يا حسون، إذا حسنت تحسون عدله من باشر بخليك هني في المكان، هنا عندي في الدكان. أبيك تحسن الناس هني. أنا بيني وبينك أنا أبي أطلع كم من يوم رخصة، أبي أعرس. بالبركة عمي بالبركة. لا تقول عمي، لا تقول عمي، الله يسلمك. لا تقول عمي. أبو عذاري زين. ولا أبو عذاري، الله يسلمك. سمني سعد. سعد سعد. إيه لأن أيامي كلها سعيدة. قو أبو عذاري. لا تقول لي أبو عذاري، لا تقول لي أبو عذاري. هذا مو أنا، هذه المرأة اللي هني. ها أنت مين؟ ايش تبين؟ عفو عليك ابو عذاري، شلون حلون؟ شلون انت تروح تتفق ويا واحده ثانيه؟ انا متفق وياك على كل شيء، تروح تشوف واحده ثانيه؟ ليش ليش ليش؟ انت من؟ انا من؟ ايش شايف؟ المديره لو المعلمه؟ انا طقاقه يا عيوني. حسون هذه الطقاقه؟ بس انا قايل لك قايل لك لا تجيني هني، هني مكان عمل، هني مكان ريايل، مكان نسوان، تعالي لي البيت. انزين بس انتو جاهزين؟ مو بجاهزين اللي اوف، طيراننا بارزة ومغنيين بارزين، كل شيء بارز، بس انت الله يهداك سيدي على ولوك راح تشوف واحدة ثانية. ليش؟ انزين انت من قايل لك هالحكي؟ من قال لي؟ ذاك المتيح ويا ذاك الخبر اللي يمي اللي قاعد يعدتش. اكيد هذه طفوشو، وانت ليش مكلمتهم؟ انا ايش دلاني ببيتكم؟ هم اللي دلوني. ها؟ خلاص نتلاقى على الوعد. انت لاقيت تخرعني. ابو عذاري. آه. هادي والله مسخره، اول مره تقولها صح. يبا ما يصير تسوي عرسي في حوشهم. لولو ترى حوش ابو عذاري خوش، حوش حوش ابو عذاري خوش حوش. قولي 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 ثلاث مرات. قولي قولي قولي. يبا يا بنتي يا لولو ترى هي ليلة واحدة ما فرقت، سويناها في الحوش ولا في خيمة ولا في بيتنا ولا فوق السطح، كلها واحد كلها واحد كلها واحد. يبا الناس شو يقولون عني؟ هذه ليلة في العمر ما يصير اسويها في حوش. ما بيقولون شيء، ما بيقولون شيء. انتوا النسوان خلكم في الحوش، واحنا الرجال بنت مبرع في الخيمة مع الذباح والخرفان. ترى بينو بينك حوش بعذاري خوش، حوش حوش بعذاري خوش، حوش. قولي يا عار، قولي قولي عشان خاطري، قولي قولي قولي. حش بعذاري خشخش. إيه. حش بعذاري خشخش. أسرع. حش بعذاري خشخش. حش بعذاري خشخش. انتي أنن انتي أنن انتي أنن انتي أنن بنتي انتي أنن انتي أنن انتي أنن انتي أنن. تطفوشو؟ إيش فيك مود موزك؟ إيش فيني بعد يا جسوم؟ هلا أقرع النحيش ذي؟ موصيني أخم للحوش وأنظف للبيت، وأخرتها ما يعزمني على العشاء كني أنا له صبي من صبيانه. تستاهل هذي قدرك. إيه والله ما عزمنا، بس بعد بعد طفشي لا تضايق روحك، أنا بداخلك. شلون؟ بداخلك ويا طقاقة. بس جسوم ذلين ما يدخلون ريايل، بس نسوان. انت ما عليك، انت بس دبر لنا دفيف ولا عليك. اذا على الدفة مو مشكلة، انا عندي دفة، ساعات استخدمها كدفة ساعات كبشت يعني، بس عاد انت بعد دبر روحك يعني، حرك روحك. زين طفشان من وين يبلي دفة؟ انا ايش دراني، ولا اقول لك روح الحراي بتحصل بسعر زين، سعر مناسب. زين والبرقع من وين؟ برقع انا ايش درا. تعال لحظة لحظة. ها كنا امي عندها بطوله عتيجه ما تبيها، خشيتها في الصندوق اللي تحت كرفايتي، بدورها اذا لقيتها طيبها لك. إيه؟ انا دريبك، انت كلها بتطلعني طماشه. ايه اي طلعك طماشه، انت اصلا بكبرك اكبر طماشه في الفريج. لا تخليني بعد اقول لك شغلون عنك اهل الفريج من وراك، خلني ساكت احسن. الا بقول لكم الدفه والبرقع شوله. ابو داود وانت ايش درك؟ لا انا سمعتكم تحكون. ابو داود ترى من راقب الناس موت تمه. لا يا جماعه انا الله يسلمكم سمعت كلمه دفه مره صوب اذوني ولقطتها.
شوف عاد مرة ثانية لاني لسنا نسولف اذونك هذه لا تقطها صوبنا، قطها صوب الغوري. ايها بعد اسرار اسرار بيوت ياه. انزين والبطولة اللي تحت الكفاية ملها. يلا خذ يلا خذ جسوم. انا اخر مرة اي هالقهوة هاي هم بوشلاخ هم يتجسس بعد. قم 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 غطدونه هالكبر. عاد عاد ايش فيك صوتك صوت مره من الصوت ايش فيك غبيه؟ سلام عليكم يا اهل البيت. سلام عليكم. عليكم السلام. من انتو؟ احنا الطقاقه. طق طق طق. صلت الله عليكم. شلونكم؟ عساكم طيبين. اذا ما قلتوا لي ايش اساميكم؟ انا مرزوقه وهذه الهبله اختي مطقوقه. وي مطقوقه ايش الاسامي؟ انزين قاعد طقيتوا من قبل في عده؟ ها شوي بس يعني في رمضان. غربالكم الله في رمضان تطقون تقرقعون انتو؟ لا يا يبا انا قصدي يعني عندكم دار معتمده تروحون عليها، عندكم ام دار. انت يا طقاقه ما مطقوقه قد غنيتي من قبل؟ وي انا عارف حتى ارقص. وي خربت الله اكيد بعد دم خفيف. سلمت الله. احنا جايين نبي نعرف اللي لنا ولا علينا، يعني شو نسوي ايش ما نسوي فاهميننا؟ سمعوا يا يبا اللي اول شرط اخر نور. انا في كل طق اخذ بيزاتي مقدم والنقوط اللي بيطيح مناصفه بيني وبينكم. ها ايش رايكم؟ خوش موافقين قابلين قابلين خوش. خلاص عيال من الليله تبتدون وياي. الليله عندي اختان عيال نصره طويله. عاد ها ما بكم تاخرون وبكم تبيضون الوجه عدل. مالك الا بيض الوجه. ان شاء الله بيض الوجه وانتم ايش نوير ما يحتاج. مالك الا طيبه الخاطر. شرطش قبل لا توصلين هناك بتشوفين احنا قبلك. بس هذا الكلام العدل. الليله بنشوفكم. يلا فمان الرحمن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا عاد يلا. بوبي بوبي جسوم. هذه شكلها عيارة. وش عليك باسم يبين كل شيء. ايش عليك من الحين؟ يلا نمشي 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 عندها بوبي. بوبي باي. راني وين طلع؟ بس بقول لك جسوم سو روحك ما تشوفه. صدقني صدقني لو عرفنا بيفضحنا. انا اقول لك اسكت لا تجلس تطحن وتحن. طب وشو انا خايف. جسوم اسكت اسكت. ولا اقول لك ها شوفني ايش بسوي وسو مثلي. باي 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 حاشة هذول مو بنسوان. جسوم شوفه يا ورانا. لا ما تشوفه يا طفشي. دحنا شلخنا وقولنا. وي 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 أيام أيام وي 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 شيلة. وي وي منستحي بعد. بل 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 ايش في ذي قاعدة قسنة؟ وي انت تبسوي شيء؟ حاشة والحاشة انا في مين؟ وسويت ولا شيء؟ اللهوة انا قوية. ايش فيكم؟ وي وي ايش فيك الصاروخ؟ يمكن اخر علو. قلت ايش فيكم؟ في واحد تنقرش فيني راح من ذي الصوب. وين؟ ذي الصوب. فهموني بالضبط برا. ذاك الصوب ذاك الصوب. لا تحاتون ولا تخافون انا ان شاء الله بصيده. انت اللي هناك اللي هناك اوقف. انا جايك اوقف جايك وقف وقف وقف. طفشي
جيعان حدي ابو كل شيء قم قم خلنا كلنا شيء جيعان. وين؟ شوف انا تعبان وفعن النوده ابي ارقد وبعدين باكر عندي 60,000 شغله مو بطرطانقي فاضي مثلك. يلا ذلف ذلف. كسرتني والله راوي. يا الله من ولا الله 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 عيالي تامة. استغفر الله العظيم حشة كوح مو بوي وايد احسن كذي. شفتك يا اسود الوي. يا لقراع يا زين يا لقراع يا زين حبك أسرني جمالك غير الواني حبك أسرني جمالك غير الواني يا من الروع والعين ويا من الروع والعين. اسمر حلو قابلته اشر برمشه كلمني وجاوبته وصرت بعده عاش 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 بوبي رج. اسمر حلو قابلته رد الموي في زور شريحانه حسبي الله على ابليسك. سمعيني كان اقول لك من اليوم رايح اي انا وياك اتفش لا في عرس ولا في طق ولا في نفون ولا في تعزيه ولا في زيران. سمعتني ولا بيصير شيء عمرك ما شفتي كل اقول لك. وي يما خرعتيني يا نيت انت صاحيه لو بصاحيه تهدديني في بيتي. سمعيني عاد عنادا لك انت ويا هالبوام اللي تبين تخرعيني فيهم بروح بغني في كل عرس معزومه بمعزومه بغني لهم بنص السعر واذا ما يبون ببلاش واذا ما يبون انا بعطيهم بيزات بغني بطرب وبرقص العالم عنادا فيك وكيدا فيك ونحاسه. وهش هذا الميدان يا حميدان اذا في تشده يا وديني. انا اللي براويك حبيبتي الحكي معك ضايع ومعور راسي وياك ما بايب لك اللي بروك العراي هو اللي عارف لك زين ما زين. ويي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 ي
يخرع لوادم. سمعيني عاد، ترى صبرت عليك وايد، بطلعين بالطيب لو حنحد عليك بوبي. مالت عليك على هالبوبي لو وياك، هاي ما يلا صار صخت لا بخليه يلعب فيك انت وياه. يا علي يلعب في عافيتك اني مال مقابر، قولي امين. دريتي اشحو بوبي اشحو اشحو. طلعي اقعد عمري، اقعد اقعد خلينا نكمل. هاللي ولا يضايقونك يا عمري. اسمع اسمع باجي اللحن. اسمار حلو قابلته عشر برمشه كلمني عاشو. يلا خذ جسوم، انت هني وانا قاعد ادور عليك عند البيت. اسكت يا طفشي اسكت، عمك معطيني بيزات اشتري اغراض وكل ما عندهم يطلعون غلط. وين جسوم؟ ايش رايك تعطيني نصهم اجمعهم لك؟ ايش فيك انت تسكت لتوهقني هالاقراح؟ ها طفاش، ايش تبي اجيب لك؟ شاي ولا ماي ولا تاك تحسب؟ شو احسب؟ جيب لي شاي. اقول بعض الناس من صباح الخير ما يتحاشون، 50 مرة يعدون. خلصوا اصابعهم من كثر ما يعدون، ما ادري يا الناس استخفوا. احاجيك الحماق لازم له عجوه. لا ابو داود سمعتك. ها عيب عيب عليك ريال شيبه، تعقر فيني عيب اللي تسويه. استغفر ربك. الله يهداك ان شاء الله. يسالني اقول له تبي شاي والله ما قال يبي شاي حليب. عبالك ما سمعت انت، تعقر عيب. استاهل ما شاء الله هداك. السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا هلا حجي مكي. حجي مكي عندك برتقال؟ برتقال؟ انتم صفعين هالفريق هذا، انتم مال برتقال هرزون. شريت برتقال طاح في شبدي شهر واحد ما حد اشترى وخاص وفلته البرتقال. حد انت تدري ليش اقشر البرتقال؟ حارين يحرقون البراطم. حارين يحرق البراطم. انت وجهك وجه برتقال، انت وجهك حدك شور البرتقال. انتو هالفريق ارزول ما عليكم الا شنو السلوق وتمر المسوس، هذا حدكم. يعني شو السالفة؟ في برتقال لو ما في؟ والله شو اقول لك، يعني انا عندي الحين اللي احسن من البرتقال على قولتك. ياه وش يطلع ذي؟ عرانس في قواطي. الله عرانس طفسي، عرانس عجيبة. حدت طماطة جوش بعد حلو. ايه طماطة جوش على عرنجوش شي يطلع حجي مكي؟ يطلع برانجوش. ايه عجيب البربربوش عجيبة. باخذ الاستكانة بالقلط، صدقني بالقلط. طافش؟ صدقني بالقلط. هالشكل سوي طافش بالقلط حبيبي. طافش سألو على النبي بالقلط. اقلت قلط صدقني بالقلط. لا بدي يعني بالقلط. صدقني يا حضرة الشرطي أنا مالي شغل فيهم. أنا كنت قاعدة بروحي هني، دهشوا علي ولعبوا فيني لعبة ما خلوا ولا بقى وتعبت أنا. يا تبين تقولين يا حجية؟ ها؟ تبين تقولين أن هالنسوان هذولا هجموا عليك بيتكم وضربوك؟ أضربوني بس؟ طقوني طق السنة في دقيقة. اقول لك ان نوني وانا واحدة فقيرة واحدة وحيدة ما عندي احد. زين شو السبب اللي خليهم يهاجمونك في بيتكم؟ ويه شو السبب؟ السبب واضح واضح وضوح الشمس، الطول والجمال. خو انت بعد في سوالف الطول ما حاجيك عنها، تعرف انت هالامور. بعدين انا واحدة عندي خير الحمد لله، الله منعم علي بخير من هالعروس اللي غني فيها والحفلات. من كذي حسدوني يبون يذبحوني، والمثل شو يقول؟ لو ما الحسد ما مات احد وانا بغيت اموت. ان شاء الله انا باجمعهم عندي في المركز وباحبسهم. ويه يعل الكريم سلمك، يعلني موضوع حرتك، يعل الله يطول في عمرك، يعل الله يطول في بس مقص. خلاص فما الله حياك الله. امشي يا بوبو امشي، خلينا نكمل الطقمون. ويا جميل سلوني سلاب بوبي وعيني داخل على كبدة كل نفس الاغاني. طفوشو طفوشو قضيت راضي. ايش فيك المطحش جسوم؟ ايش فيك طيح؟ ايش فيني طيح؟ ما شفت الصفقه اللي صفقتني اياها؟ زين زين قوم يلا خلينا نشتغل عدلة. قوم 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 ايش فيك؟ راسي. بسم الله عليك قوم قوم. بس طفوشو اخبار هذا وقت يا ابني لازم عشان تصير نظيفه. وهذا العلو اللي وهذه بعد بخشيش من عندي بعد آمر باربع آلاف. الله يغديك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو داود. هلا حجي مكي. الله يحييك. ها وين يارك؟ رحت لبارك له ما حصلته. وين تحصل الحين هالايام؟ مشغول. ايه عروس جديده تبغى تحصل الحين؟ تحصل متدفي بالبرقص الحين. ايه سواها شيبه وطلع مردانه. ايه وانت؟ خليك عاد لا
ابوي يعني لازم اخذ فاني عشان اصير مرداني؟ الا ما تقدر ما تقدر يبا. هذا الميدان يا حميدان، يلا راوني. هاكو الريال طلع مرداني وخذ الثاني، وباكر باخذ الثالثه والرابعه. وين خليك مشاهدين البصل والرويد؟ لا لا لا، انا يا ابو داود مو ما اقدر. اقدر اخذ الفانيه والفالفه والرابعه، بس الحين مجنون يعني؟ انا عندي قرون، احط لي قرون فاني؟ لا يبا، اللي عندي كافني. اللي عندك كافيك؟ الا اقول ما اقدر. حامل على بوزك يبا، هذا المثل اللي يقول اللي ما يطلع عنب يقول على حامل. جسوم شليك بس عاد سندرتنا فضحتنا في الفريق كذي بتجلس من الرقاد لوادم. بطل شيء، لازم يدنا تاخذ على الطار عشان ما نتوعد بعدين في المعاريس. لا يعني شلون؟ يعني لازم تتهرب لنا. لا 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 لا، ها. اللي مساعف الدعوس الثاني ايه ذي سولية؟ اي واحدة؟ ايه ايه روح روح ما فيك. وقع السلمان يتلكم للسبنة ما بتعلم جوخ وطاحين الحار. شنيبهم الحين جايين، ما عليك انا بوانسك. انا بارقد، انا ما احب السهر، انا بارقد، يعني باخذ عروس بارقد. يلا يبا يلا. علي ما علي ما علي، صل على محمد، اتحفظ ابو عذاري في سرايا الغيبه، عسى العدو ما يؤذيه، والسامع صل على النبي. يلا 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 طقوا ان شاء الله سامحينا توبه اخر مره. لبي لبي ها. يلا ها. وين الدفتر؟ طلع بسرعه. وين بجو؟ اي زين خلي هني. يلا يلا رسمي. ما اعرف ارسم، عندي قلم. وي ايش فيك انت يا الثور؟ ها رسمي يعني طق. وي يلا يلا يلا. بوعذاري ولولوه، بوعذاري ولولوه، جمعتهم أماني جمعتهم أماني، أماني حلوة حلوة تسبح فيها لولوه، أماني حلوة حلوة تسبح فيها لولوه، لولوه جميلة حلوة حلوة وجميلة رجال كبرت غنوا الاغنية هل؟ طقوا طق عدل. تكنسلت العدة، تكنسلت قبل لا تبتدي. مالت عليكم، سمعوا الامهات يغنوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
هيا اعطك ويعطوك.